ليش زعلانين؟ سميني مبروك علينا بالصوت العالي كمان. ايوه مبروك علينا هذه البداية وما زال ما زال. ايوه ابطالنا بتصفيقة حارة نديروها فن. اعطيني يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطيرش حلوة، يا هلا بالحر. سلام، قصة اليوم حقيقية يا جماعة. كان يا ما كان في قديم الزمان بطولة اسمها الشان، كانت هاي البطولة تلتعب بأكثر من دولة وما كنا نسمع فيها كتير، وكانت تبدأ وتخلص وما حدا سامع فيها بهالصدى الواسع، إلى أن أتى دورها أنها تلتعب في الجزائر. وما كان كتير من الجزائريين عارفين أنه عندهم بطولة اسمها الشان واللي هي كأس أمم إفريقيا للمحليين، إلى أن ظهر شعار البطولة واللي هو قبطان الفينك، والفينك اللي ما بيعرفه هو ثعلب الصحراء الموجود في الجزائر. ووقتها بعض الجزائريين طلعوا سخروا من هذا التصميم، وكثير عالم طلعوا سخرت من هذا التصميم يعني. وفجأة بيطلع واحد أخوكم الصغير اسمه الصقر بيغرد خارج سرب الجزائريين والوطن العربي كله، وبيحكي إنه رسالة لن يفهمها الأغبياء من خلال هذا التصميم، وبشكر المصمم لأنه من خلال هذا التصميم هو اللي عمل بوم للبطولة وتروج لها مجانا من الأغبياء. ما ننسى الشاب المرتب اللي لبس هذا الشعار وعمل أجواء خرافية مع الجماهير في الملاعب الجزائرية في بطولة الشان، وبتمنى انه يتم تكريمه. بطولة الشان كوم وحفل افتتاح هاي البطولة كوم تاني، وخاصة كلمة حفيد نيلسون مانديلا اللي عملت قلق في العالم. The freedom of Palestine. Therefore we stand together to fight for the liberation of Palestine. Free free Palestine. مش بس هيك، كان حفل يليق بفخامة الشعب الجزائري اللي وصل عنه تراثه اللي بيعتز فيه. كانوا معتزين في لغتهم العربية واستبدلوا لغة المستعمر الفرنسي. وبعد ما فيش السوس في أول محاولة إنه يهبط من البطولة، بيرجع السوس بيقعد ينق وبيحكي إنه الجزائر فيش فيها أمن وأمان. كلنا عارفين إنه الأمان بالله، بس الجزائر دولة متحضرة ومتطورة وشعب طيب وكريم، وما حدا زار الجزائر إلا شكر بطيبة أهل الجزائر. وكثير الجزائر نظمت بطولات قبل بطولة الشان وكل العالم كانت تشكر فيها، وآخرهم بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران الباهية، وغير المؤتمرات اللي بتنظمها، وأخرهم القمة العربية، وهسه بطولة الشان، ويعني أحلى من هيك ما فيه. وملاحظة على مسألة الأمن والأمان اللي حاول يضرب فيها الجزائر بعض الحاقدين، أول ما استقبلوا المنتخب الكاميروني أحلى استقبال. عارفين المنتخب الكاميروني ومباراة الجزائر اللي حرموا من كأس العالم واللي انظلم فيها المنتخب الجزائري، ولكن أهل الجزائر هذول الضيوف حطوهم على الراس. وبرجع السوس بعد ما تنكس ثاني مرة إنه يسكت ويزوق على حاله، ولا مرة ما عندوش زوق، وبرد يقول لك إنه الجزائر ما عندها تجهيزات ولا ملاعب. وردت الجزائر بطريقة خرافية بأفضل الفنادق وأفضل المرافق وأفضل المواصلات من القطارات والتلفريك والباصات والأجواء الخرافية. ومش بس هيك، رجع السوس بقول لك إنه ملاعب الجزائر ما تصلح للعب، ملاعب الجزائر عبارة عن خبيزة، ملاعب الجزائر فوتوشوب. بس احنا اكتشفنا انه هذا الصوص هو الفوتوتوز، وردت عليهم الجزائر في هاي الملاعب. ومش بس هيك، عملت ملعب صار من افضل الملاعب الموجودة بافريقيا اللي هو ملعب نيلسون مانديلا. والسوس بعد ما تنكس اكثر من مره مش راضي يزوق على حاله ولا يهدى، بيرجع بقول لك الجمهور الجزائر جمهور عنصري، عشان مقطع انتشر لبعض الجماهير التي لا تمثل الا نفسها، واللي احنا كلنا ضد هذا الاشي لانه احنا منقابل السيئه بالحسنه. بس انت عارف يا سوس انه في كل الاستادات في العالم والملاعب في جماهير عنصريه وبتسب بعضها وبتشتم وما بتمثل الا نفسها، بس السوس ما شاف الجمهور الجزائري وهو بنظف وهو بنظم. وهو بيحترم الضيوف وهو قاعد بشجع اخوانه. السوس ما شاف كلمة المذيع لما شكر الجمهور الجزائري اللي راح فزع لاخوانه وشجعهم. شكرا لكل الجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة اليوم في ملعب نيلسون مانديلا. الوطن الليبيا كل الجمهور الجزائري بيقف وبيسقف لليبيا اهو، التي ساعدت وشجعت وهتفت
لصالح المنتخب الليبي، وكأننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا فقط. أما بالنسبة للإعلام فتم بثها على أكبر القنوات العربية اللي هي البين سبورت. أنتم متخيلين كأس الشان اللي ما كان حدا داري عليه تلاقيه موجود على البين سبورت؟ أنتم متخيلين وين راحت هاي البطولة؟ شفتوا كلام الصحف العالمية عن هاي البطولة وتنظيمها وتصريحات كثير لكثير من اللجان الرياضية في هذا العالم. And I want to thank the people of Algeria for hospitality and also for coming to all of the matches. I was excited to see, even when Algeria wasn't playing, the stadiums were full. And they motivated and encouraged the nations, the teams that were playing here. في هاي البطولة بنظري البطل الأول الشعب الجزائري، وطبعا بداية مسك فلازم تكون نهاية مسك. هكذا هي الجزائر المبتسمة دوما في وجه الصعوبات والتحديات، انهم لم يفهمونك بلادي المبتسمة دائما. وهاي هي قصة بطولة الشان، البطولة اللي ما كان حدا داري فيها، الجزائر أعادت هيبتها ووصلت صوتها للعالم كله. يعني باختصار أفضل تنظيم وأفضل جمهور وأفضل تسويق وأفضل مكان بتلتعب فيه هذه البطولة. وحظ أوفر للمنتخب الجزائري، خسارته نهائي الشان، وألف مبروك للمنتخب السنغالي. المنتخب الجزائري حاول ومتعنا بكثير من المباريات، وانتوا عارفين الكرة فوز وخسارة وفيها حظوظ يا جماعة، ولكن اللي أعجبني في هذا المنتخب وهذا الجمهور انهم ما نسيوا اللاعب الله يرحمه بلال، واللي كانوا بدهم يهدوه هاي البطولة، واللي جابوا والده وكرموه وكانوا حابين انه يكرموه لوالده ويرفع هاي البطولة. يكفي بس انهم ما نسيوا صاحبهم وما نسيوا ابنهم، حاولوا قدر المستطاع انهم يهدوا هاي البطولة له، ولكن ما حلفهم الحظ. الف مبروك كمان مرة للمنتخب السنغالي، ولكن من ربح هذه البطولة هو الجمهور الجزائري والشعب الجزائري والجزائر. الجزائر لم تخسر لانها اعادت بطولة ما كان حدا داري فيها اصلا، وخلتها زيها زي كأس العالم تقريبا، والكل سمع عنها. تخيلوا يا جماعة، وهذا الشعب يستحق كل الفرحة، وما تناموا زعلانين، عادي جدا يا جماعة، ومتعودين انتوا عشاق كرة القدم على الخسارة والفوز، وجاي جاي يا جماعة، جاي جاي جاي. شماله شماله كمان مرة، تزعلوش، مش مستاهلة، لا يليق فيكم الحزن يا جماعة، يعني كلها مباراة بس انتوا عملتوا شيء أكبر من هاي المباراة، فاهمين علي؟ يعني أنا لازم أجيت غنيت لبراس مربع في حفل الاختتام زي هيك، صرت أحكي أبراس مربع قولي أني 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 أبراس مستطيل قولي، فرحان فرحان، شو صرت سنغالي؟ تحية الجزائر، والله يرحم الشهداء، وبطولة الشان، بلاد الشان أعادت هيبتها. سلام.